مرحبا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من كشك الصحافة، نبدأها بالعناوين. في الصحوانت الحوثيون يفرجون عن مواطن بعد فقده القدرة على الكلام والحركة. وفي مجلة شبيغل نيويورك، 250,000 غرامة على من يقول لك عد إلى بلادك. وفي الأخبار المنوعة، الرئيس الأمريكي السابق يقول زوجتي لم تكن تريد أن أترشح للرئاسة. لم تعد بمقدور المعتقل المفرج عنها عبدالله شنفي الحركة أو الإشارة أو الكلام، عيناه فقط هما من يعبران عن قصة مأساوية وجريمة وحشية تعرض لها خلال فترة اعتقاله لدى ميليشيا الحوثي التي أفرجت عنه بعد أن أصبح مقعدا على السرير. وعنوان موقع الصحوانت: إفراج مع سرير الموت، الشنفي وقصة عامين من العذاب والتعذيب في سجون ميليشيا الحوثي. تعرض الشنفي لصنوف من التعذيب في سجون ميليشيا الحوثي خلال عامين، لتلقي به جثة تتلقفه زوجته الغارقة في أحزانها وجراحها وبكائها المر. بجواره تجلس زوجته التي بدت عليها آثار الإنهاك والغم والفاقة أيضا. الرجل فاقد القدرة على الكلام أو فاقد القدرة على الكلام، وزوجته لم تقوى على التحدث عن حالة زوجها. ذراعان نحيلتان تقومان بمهمة جديدة في إطعامه وسقه وغسله، تعمل كل ما بوسعها لتعرف مما يتألم وماذا يريد. لم يتمكن عبد الله من إكمال دراسته في كلية إدارة الأعمال بجامعة حجة، فقرر السفر مع أسرته إلى مأرب. في نوفمبر 2017 نزل في أحد الفنادق بمدينة ذمار برفقة زوجته وأطفاله الخمسة، 3 بنات وولدين. لكنه تفاجأ بمسلحين حوثيين يقتحمون الفندق ويقتادونه إلى جهة مجهولة. يقول شقيقه سعدون للصحوانت إن المسلحين حاولوا اختطاف زوجة أخيه أيضا من الفندق قبل أن يتمكن أقاربها من معرفة الحادثة وإعادتها وأطفالها إلى مدينة كشر بمحافظة حجة. بحسب أطباء فإن عبد الله تعرض للضرب المبرح على الرأس والظهر، مما تسبب بشلل كامل ونزيف في الرأس، كما تضررت بشكل كبير 4 فقرات في العمود الفقري، ما أفقده الحركة فهو يتنفس عبر أجهزة. تتجرع أسرة الشنفي اليوم مرارة النزوح وفقدان كل ما تملكه في كشر حجة، ومرارة الحالة الصحية لعبد الله وعدم قدرتهم على علاجه، ويأملون من كل من له القدرة على الوقوف معهم في هذه المحنة التي حلت بهم في علاج عبد الله، فهو الهم الأكبر الذي نزل بهم كما يقول أحد أقربائه. أفرجت عنهم ميليشيا الحوثي لكنها منعتهم من لقاء أسرهم وأرسلت عددا منهم إلى خارج المدن التي يسكن فيها أهله. ومن هؤلاء الممنوعين من لقاء الأسرة الصحفي أحمد حوذان، ووفقا لموقع المشاهد نت، زوجة الصحفي حوذان أخبرني أنه في الطريق إلى مأرب، حيث أفرجت ميليشيا الحوثي عن الصحفي أحمد حوذان ضمن صفقة لتبادل الأسرى مع القوات الحكومية في محافظة الجوف مطلع الأسبوع، لكنه منع من رؤية أهله. وقالت زوجته إنها لم تعرف إلا وقد أصبح في طريق مأرب، وقالت فرحتنا لا توصف، لم نكن نعلم من قبل أنه سوف يفرج عنه، ولم يكن هو يعرف بذلك حين زرته إلى السجن في 15 من سبتمبر الجاري. وأشارت إلى أن معاناتها وأولادها بعد اعتقال زوجها قاسية، فقد أجبرت على تسليم شقتها في صنعاء وانتقلت إلى محافظة عمران للعيش مع أسرتها نتيجة عدم قدرتها على دفع الإيجار بعد الاعتقال. يشار إلى أنه ما زال هناك 16 صحفيا ومعتقلا في سجون ميليشيا الحوثي، وأسير واحد لدى تنظيم القاعدة المصنف على قائمة الإرهاب الدولية. كانت أبرار عبد الكريم الإرياني تعتقد أن والدها من ضمن المفرج عنهم، وأن دموعها ودموع أسرتها قد رق لها قلب السجان الحوثي، ففتحوا لوالدها الباب ليعود إلى بناته وزوجته بعد اعتقال تجاوز العام دون سبب. فماذا عسى موظف في وزارة الزراعة أن يفعل لكل تلك المصفحات والدبابات والأحقاد؟ وتقول أبرار في رسالة لوالدها: صباح ومساء الخير يا أبي وروحي، كيف حالك؟ عرفت ما الذي يدور في الخارج؟ أسمعت بالثلاثمائة منزل الذي بات يرقص فرحنا اليوم؟ لا تدري يا والدي، حين رأيت صور الأسرى 300 الذين أفرج عنهم اليوم، كيف كنت أبحث عنك بين كل تلك الوجوه
محدثة نفسي، لربما نسي طريق العودة، لربما لا يملك ما لا يمكنه من العودة إلى المنزل، لربما لا زال مع رفاقه الآخرين يلقون على بعضهم الوداع الأخير. فتشت كثيراً، لم أترك صورة، لم أبحث عنها، لكني لم أجدك، ولكني أيضاً لم ولن أفقد أملي، فلربما سأجد صورة لك في الغد أو الذي بعده، صورة كتب عليها بالخط العريض عبد الكريم عبد الرحمن يحيى الإيراني حر طليق. هناك حدث آخر أرغب في أن أبلغك إياها الليلة، غدا سيكون أول يوم لي في الجامعة. ندمت كثيرا لأني لم ألتحق بها السنة الماضية رغم محاولاتك الكثيرة لإقناعي. لم أندم لأني أضعت سنة أخرى، بل لأنك لن تكون موجودا معي هذا العام، لن يكون أول يوم لي في الجامعة كما تخيلته أنا وأنت. كلانا نتناول إفطارنا، كلانا نرتدي ملابسنا، نخرج سويا، نسير إلى الجامعة متشابكي اليدين. تسرد علي توصياتك، انتبهي لكل ما يقال، دوني كل ما تستطيعين تدوينه، هذا رقم الدكتور فلان في حالة حدوث أمر طارئ تواصلي به، إن انتهيت من عملي سريعا سآتي لأقلك إلى المنزل، وأخيرا نصل لآخر نقطة، مصروفي تضعه في يدي، تمنحني كل ما لديك ولا تخبرني أنك لم تعد تملك قيمة مواصلات العودة إلى المنزل. سقطرى طائرة جديدة ضمن أسطول شركة الخطوط الجوية اليمنية، لكنها وبحسب موقع المصدر أونلاين توقفت عن التحريق منذ يوليو الماضي بسبب عطل في أحد محركاتها، وأصبحت مجرد خردة في مطار سيئون. شركة الخطوط الجوية اليمنية كانت قد أعلنت مطلع نوفمبر 2018 عن شراء طائرة جديدة من طراز إيرباص A320، أطلقت عليها اسم سقطرى، وأقامت احتفالاً بالمناسبة في جزيرة سقطرى يوم 17 من نوفمبر، وأكدت بأن الطائرة ستسهم في وصول المسافرين إلى وجهات عدة. وقد بدت الطائرة سقطرى جديدة في مقاعدها، لكن محركاتها كانت تعاني في كل مرة أو في كل رحلة، وبعد 8 أشهر من الخدمة ظهرت مشاكل في المحرك الأيمن خلال الرحلة من القاهرة إلى سيئون. مسؤول في الخطوط الجوية اليمنية قال إن درجة الحرارة أو حرارة المحرك رقم 2 ارتفعت فوق المستوى الطبيعي والمسموح به، ودفعت قائد الرحلة إلى فصل المحرك عن العمل وقت الطيران، وبستر من الله وبراعة قائد الطائرة تم إنزال الطائرة على محرك واحد. ولكن أثناء الهبوط التدريجي للطائرة وقبل وصولها لمدرج مطار سيئون ارتفعت أيضا حرارة المحرك رقم 1 بشكل مخيف، ولولا براعة قائد الرحلة لحدثت كارثة. المعلومات عن الطائرة في المواقع المتخصصة أنها بدأت بالعمل عام 2003 ومرت على 3 شركات طيران من بعدها، وعمرها الافتراضي 16 سنة، وهذا يعني أن التوقيت الطبيعي لخروجها عن الخدمة هو عام 2019، أي بعد شهر واحد من موعد شرائها. مسؤول في رئاسة الوزراء تحدث عن مؤشرات فساد في صفقة شراء طائرة سقطرى التي كلفت 13 مليون دولار، وأنها كانت تستخدم لفترة طويلة لنقل الخيول في البلد الذي تم شراؤها منه. النادي الذي تأسس قبل أكثر من 100 عام اجتمعت هيئته الإدارية وتوصلت إلى قرار إجباري غريب، وهو قرار يذكر بالمصير الذي آلت إليه النوادي في صنعاء عقب انقلاب ميليشيا الحوثي على العاصمة. ووفقا لموقع عدن الغد، نادي التلال يصدر بيانا ويعلق نشاط ألعابه. وأصدرت إدارة نادي التلال الرياضي بيان تقييم لما وصل إليه حال النادي، وأوضح البيان أن التلال لم يمر بظروف كهذه على مر تاريخه نتيجة غياب الداعمين وعدم وجود أي استثمار وتأخر صرف مستحقات ومخصصات الإيجار التي يعول عليها ويستلمها من قبل رئاسة الجمهورية والوزراء واللواء الأول حماية رئاسية. الاجتماع استغرب حالة الصمت من قبل جهات الاختصاص في الدولة والسلطة المحلية في عدن التي لم تمنح التلال إيجاراته ل3 أشهر، مما عطل مشوار النادي ومتطلبات أنشطته من رواتب ونفقات يومية. ووفقا للموقع، فقد قررت إدارة التلال تعليق الأنشطة لعدم القدرة على صرف أي مستحقات باستثناء فريق كرة القدم الذي يستعد لخوض نهائيات الدور التنشيطي. إدارة التلال تتحمل مسؤوليتها في هذا الظرف، وتؤكد أن بقاءها هو جزء من علاقة الانتماء لهذا الصرح بعيدا عن المناصب، وأن بقاءها هو للحفاظ على التلال، خصوصا أنه يستعد للمشاركة في نهائيات الدور التنشيطي.
النكاية كتدمير، اليمن نموذجا. تحت هذا العنوان كتب أرنست خوري مقاله المنشور في صحيفة العربي الجديد. ثلاثة من العرب يفرحون لكل تقدم عسكري يحرزه الحوثيون ضد السعودية. هناك أولاً خامنئيو الهوى والعقيدة من عرب وجدوا في دموية القيادة السعودية والجرائم التي ترتكبها في اليمن منذ 4 أعوام ونصف العام شماعة يخفون خلفها إيرانيتهم ويبررونها بها، ثم تجد ناطقين باسم الضحايا من غير اليمنيين للسياسات السعودية العدائية الاستفزازية المغرورة، وهم من كل الجنسيات العربية تقريباً. ثالثاً، تعثر بالجملة على عرب بلا عقل يرقصون فرحاً على أنغام النكاية لكل إنجاز يحققه الحوثيون داخل اليمن أو خارجه. والفئة الثالثة تلك ربما تكون الأكثر عديداً، ذلك أنها تتوسل في أدبياتها لغة الانتقام غير المكلف من السعودية بتشف لا يحسب أي حسبان لما يعنيه أن يصبح اليمن بشماله وجنوبه وشرقه وغربه بلداً عربياً إضافياً يحكمه رجال الخامنئي من خلال حوثييهم تحت شعار أن أي شيء يبقى أفضل مما جنته الهوية العربية علينا. ولكن بين تفهم قواعد الحرب التي تفيد بأن القتل السعودي يرد عليه بقتل حوثي، بين الأمرين فارق يدركه أي مواطن عربي طبيعي غير معبأ عربيا بالضرورة، بل يكفي أن يكون حسن النية وصاحب أدنى حد من المنطق السليم ومن معرفة ألف باء التاريخ لكي يتيقن بعد كل ما حصل أن حكمة الحرب اليمنية تخلص إلى أن لا حل ممكناً بغلبة عسكرية لأي من المعسكرات العديدة، بل بتسوية وتنازلات تاريخية متبادلة تمحي تدريجياً أثر انقلاب عبد الملك الحوثي وكذلك انقلاب الإمارات وجرائم القيادة السعودية. أما الرقص فوق القبور في كل مرة يحتل فيها الحوثيون بسلاح وتدريب وتمويل وتعبئة وغطاء وأمر من حكام إيران مناطق يمنية جديدة، فهو لا يقل ذنباً عن فداحة الجرائم السعودية المتواصلة على أرض هذا البلد. هذا بالنسبة لأي بني آدم لا يزال معنياً برؤية يوماً ما يمناً معقولاً، أي بلد بلا حرب وبلا دكتاتورية من أي نوع كانت يحق له أن يبقى موحداً بشكل إرادي وعربياً بحكم هويته ولغته وثقافته على الأقل، محكوماً بجغرافيا وتاريخ يفرضان عليه تسويات صعبة ولا بد منها لاتقاء شرور الجارين الكبيرين وشياطين صغار يتقنون القتل باسم الأخوة. معاناة اليمنيين مستمرة هذه المرة جراء كارثة طبيعية، فأمطار الخير تحولت إلى نقمة للنازحين تقول العربي الجديد. إن أكثر من 3000 أسرة في مخيمات النزوح بثلاث محافظات تضررت جراء السيول الناتجة عن الأمطار الغزيرة. رئيس الوحدة التنفيذية لمخيمات النازحين في اليمن نجيب السعدي قال إن سيول الأمطار الغزيرة أدت إلى تضرر مساكن 3058 أسرة في مخيمات النزوح بمحافظات عدن وأبين ولحج، فيما تصدرت عدن أعداد الأسر المتضررة بإجمالي 1456 أسرة موزعة على 13 مخيما، وتلتها لحج بعدد 1371 أسرة، ثم أبين بعدد 231 أسرة. وأضاف السعدي أن الأسر المتضررة بحاجة ماسة إلى مواد غذائية ووسائل إيواء ومياه صالحة للشرب ومستلزمات صحية وعيادات طبية متنقلة لعلاج المرضى، لافتا إلى أن المنظمات الإغاثية دائما ما تتأخر في تقديم الدعم للمتضررين، وهذا يؤدي إلى تفاقم معاناة الأسر المتضررة. احتفلت الصين بعيدها الوطني، لكنها استغلت المناسبة لتوجيه رسالة إلى الولايات المتحدة الأمريكية وفقا لصحيفة الفاينانشال تايمز، والتي عنونت العضلات الصاروخية توجه رسالة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، في إشارة إلى الصواريخ فوق الصوتية التي ظهرت في العرض العسكري الذي أقيم في العاصمة الصينية بكين في ذكرى مرور 70 عاما على الحكم الشيوعي. ويقول عقيد متقاعد في جيش التحرير الشعبي للصحيفة معلقا على عرض الصواريخ: نريد استخدام هذا الصاروخ الكبير القاتل لاحتواء أمريكا، ونطور بعض المعدات ما سيجعل أمريكا لا تتجرأ على الوقوف ضدنا. وينقل المقال عن الخبير في جيش التحرير الصيني في المركز الدولي للتقييم والاستراتيجية ريك فيشنر قوله: لو كان هذا عنوان لهذا العرض العسكري فسيكون
الصين لديها صواريخ لتخيف تايوان وآسيا وأمريكا والعالم. الصين في سباق صاروخي مع واشنطن. وعلى الرغم من وجود العدد الكبير من البالونات والموسيقى في محاولة من الصينيين لخلق أجواء احتفالية عسكرية، فإن هذا العرض يختلف تماما عن العرض عام أو عن عرض عام 2015. إنه عرض جاد للغاية. صفقة سرية بدون العرب، تحت هذا العنوان كتب ماهر أبو طير مقاله المنشور في صحيفة الغد. كل الضغوطات الأمريكية على طهران بذريعة الملف النووي الإيراني والصواريخ طويلة المدى هي مجرد شفرة سرية تخفي الملف الأهم، أي النفوذ الإيراني في المنطقة الذي تريد واشنطن تحجيمه أو في مرحلة لاحقة التفاوض حوله وفقاً لتفاهمات محددة. لن تقوم الولايات المتحدة حالياً بتوجيه أي ضربة كبرى لطهران، وإذا كانت الولايات المتحدة متفوقة عسكرياً وتكنولوجياً وعلمياً وقادرة بنظر البعض على تدمير إيران خلال نصف ساعة، وهذا صحيح، إلا أن من يتبنى هذا الرأي ينسى أن إيران استبدلت ضعف قواتها مقارنة بالأمريكيين بمزايا أكثر خطورة تتعلق بجانبين: أولهما موقعها الجغرافي المطل على الخليج العربي والذي يعنيه ذلك على مستوى أمن العالم، وثانيهما صنع كيانات تابعة لها في عدة دول مؤثرة على ذات أمن العالم كما في اليمن ولبنان، وأثر ذلك على كل المنطقة، وهو أثر لا يمكن وضع حد له بمجرد ضربة كبرى تمحو طهران عن الخريطة. واشنطن تعرف هذه الحقائق جيداً، ولذلك أعلن الرئيس الأمريكي مراراً أنه لا يريد شن حرب على إيران، والسبب أنه قادر على بدء عملياتها لكنه غير قادر على احتواء تداعياتها وامتدادها خارج السيطرة الأمريكية. في هذه الحال ستواصل واشنطن اللعب في المساحات المتاحة، أي الاستمرار في العقوبات والتضييق على الإيرانيين من أجل خنقهم تدريجياً. وطهران تعرف أن الاستسلام للعقوبات لوقت أطول يعني انتحاراً ذاتياً لن تقبله، وسترد عليه بإجراءات تجبر الأمريكيين على عقد صفقة نهاية المطاف مع الإيرانيين. أمام هذا المشهد هناك فريق سياسي في العالم العربي يرى أن الحل هو تحرك العرب نحو إيران من أجل تسوية كل الملفات العالقة، حتى لا يدفع العرب الثمن مرتين، مرة بسبب احتمال نشوب حرب كبرى ومرة بسبب احتمال تقاسم النفوذ في المنطقة. غير أن المشكلة هنا أن العالم العربي ليس حراً في تحديد بوصلته وطرق بوابات طهران، إذ أن كل المنطقة تخضع لحسابات دولية وأمريكية تفرض على العرب عدم التحرك منفردين، ونحن هنا نشنق أنفسنا بأنفسنا في كل السيناريوهات وعبر كل الاحتمالات. يبدو أن لسان دونالد ترامب السليط وتداعيات ذلك على تصرفات بعض الناس مع بعضهم البعض فضلا عن حالة الانقسام داخل المجتمع أو داخل المجتمع الأمريكي قد دفع سلطات مدينة نيويورك إلى التحرك بسرعة بهدف الحد من العنصرية والإقصاء. وفق ما ذكرت مجلة دير شبيغل الألمانية التي عنونت ربع مليون غرامة لما يتفوه بمثل هذه الكلمات في نيويورك. وفقا لتقرير المجلة الذي ترجمه موقع دي دبليو، فقد قررت سلطات مدينة نيويورك فرض غرامة مالية قدرها 250 ألف دولار على كل شخص يستعمل مصطلح مهاجر غير شرعي بهدف إذلال أو مضايقة شخص ما. أوضحت السلطات أنه من الآن فصاعدا يعد مخالفا للقانون مطالبة شخص ما بالعودة إلى وطنه الأصلي، كما يحظر أيضا التمييز على أساس عدم إتقان اللغة الإنجليزية، بالإضافة إلى تهديد شخص ما باستدعاء مكتب الهجرة. وأفادت مجلة دير شبيغل وفقا لمعلومات مستقاة من وسائل إعلام أمريكية أن تحديد هذه التوجيهات تم من قبل لجنة حقوق الإنسان بمدينة نيويورك، وأردفت أن ما تمر به الولايات المتحدة الأمريكية كان من بين الأسباب التي دفعت إلى وضع هذه التوجيهات الجديدة. ينهي الرؤساء الأمريكيون فترة توليهم مناصبهم ويذهبون إلى حياة عادية كما كانوا قبل تولي حكم الدولة الأولى عالميا. نطالع من صحيفة الشرق الأوسط أوباما يكشف عن هواياته المفضلة منذ مغادرته البيت الأبيض. وكشف الرئيس الأمريكي السابق باراك أوباما عن هواياته المفضلة الجديدة بعد خروجه من البيت الأبيض خلال افتتاح فعاليات حفل معرض المؤسسين بيتس أند بريبسيس،
وقال أوباما 58 عاما متحدثا عن هواياته الجديدة: إنه كمخدر مدهش، فأنت تنام وتستيقظ فتشعر بأنك في حالة جيدة وتشعر بالسعادة وتمتلئ بالطاقة. وأضاف أوباما أنه بعد انتهاء عمله كرئيس للولايات المتحدة صار لديه المزيد من الوقت للقراءة والتفكير، كما أنه كثيرا ما يتجول مع زوجته، وهذا شيء عظيم. واعترف أوباما بأنه استغرق بضعة أشهر لاستعادة زوجته، فقد كانت دائما غاضبة منه لأنني ترشحت لمنصب الرئيس. وقال أوباما إنه لهذا السبب سألها: هل تحبينني أم ماذا؟ ولفت إلى أنه تمكن من نهاية المطاف من إنجاز الأمر عندما ردت زوجته وقالت: حسناً. مركز التنبؤات الاستراتيجية ستراتفور يضع توقعاته واحتمالاته خلال الفترة المقبلة، وقد نشرت صحيفة الغد تلك التوقعات وجاء فيها: في اليمن سوف تنتشر الصدوع والانقسامات بين أعضاء التحالف الذي تقوده السعودية المنخرط في الهجوم المناهض للحوثيين، بينما يعمل الانسحاب الإماراتي الجزئي من الخطوط الأمامية على الحد من قدرة التحالف على التركيز على التهديد الذي تشكله حركة التمرد. وفي هذه الأثناء سوف يتحرك المجلس الانتقالي الجنوبي الحليف اسمياً ضد الإدارة التي تدعمها الأمم المتحدة للرئيس عبد الرب منصور هادي، مطالباً بالمزيد من الحكم الذاتي والضمانات السياسية في إطار السعي إلى تحقيق هدف المجلس القديم المتمثل في استعادة يمن جنوبي مستقل. وسوف يؤدي انخفاض الضغط المنسق والمتضافر على الحوثيين إلى منحهم مهلة لمواصلة مهاجمة الأهداف السعودية الاستراتيجية، في حين سيعطي المزيد من الاقتتال الداخلي بين أطراف التحالف الجهاديين في الجنوب فرصة أكبر للازدهار. وعلى الرغم من الضغوط التي يعاني منها الائتلاف المناهض للحوثيين، فإن الخلاف الإماراتي السعودي في اليمن لن يؤثر على تحالف البلدين في المسارح الأخرى، مثل دول مجلس التعاون الخليجي الأخرى التي تكافح وسط أسعار النفط المنخفضة. سوف تضع المملكة العربية السعودية ميزانية للعام 2020 والتي توسع الإنفاق بعد عام صعب في محاولة للتقليل من عجز ميزانيتها، كما ستكثف المملكة الاستعدادات للاكتتاب العام الأول المحدود لشركة النفط العربية السعودية أرامكو السعودية عملاقة الطاقة المدعومة من الدولة من أجل توليد رأس المال لتنويع اقتصاد البلاد المعتمد على النفط. لكن مخاوف المستثمرين بشأن أمن الشركة في أعقاب هجمات 14 من أيلول سبتمبر الهائلة في بقيق وخريص ستؤخر هذه الجهود. وبالنظر إلى العوائق السياسية أمام الاكتتاب في الخارج، مثل متطلبات الشفافية بشأن القضايا الحساسة كمالية أرامكو السعودية واحتياطات الطاقة في المملكة، ستقوم الرياض بالاستعداد لإدراج 1% من أسهم شركة الطاقة العملاقة في سوق الأسهم المحلي الخاص بها، تداول بحلول نهاية العام. من محافظة شبوة في عتق بالتحديد، التقط المصور عمار نوميش صورا للسحب العملاقة والأجواء الممطرة والرائعة في المحافظة، ونشرها في صفحته على فيسبوك. نتابع جزءا منها في جولتنا المصورة في هذه الحلقة. يظل الكاريكاتير فناً ينافس الكلمة والصورة ويختصر العبارات برسمة واحدة، نتابع جزءاً من ذلك.
في ختام حلقتنا لهذا اليوم من كشك الصحافة نشكركم متابعينا الكرام على حسن المتابعة. إلى اللقاء.